وصباح الخير من جديد، وبنرجع منطل عليكم اكيد من خلال حلقه بتجمعنا بيوم جديد، وضيوفنا اكيد اللي نورونا بالاستوديو واللي رح نحكي معاهم اليوم هم من الشباب والصبايا اللي بنفتخر فيهم، واللي دائما بنقول المستقبل يمكن هو بين ايديهم، وهم اللي قادرين على تغييره في حال احتاج الى تغيير. اليوم معنا تالا صوان وحسام منصور من مبادره عين على المستقبل لنتحدث اكثر عن هذا الموضوع، وهي يمكن هاي المبادره خاصة بطلاب التوجيه. رح نعرف شو بدهم يعملوا لطلاب التوجيه. مش عارفة يعني. صباح الخير. كيف رح يساعدوهم؟ صباح الخير. صباح النور. الله يعطيك العافية. الحمد لله. طبعا تالا وحسام كاثي، لأنك أنت كنت بتحكي الأخبار المحلية، يعطيك ألف عافية. هم مهندسين، يضيلهم سنتين إن شاء الله على التخرج، فهم لساتهم على مقاعد الدراسة. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق، إن شاء الله بتتخرجوا وبيكون لكم بصمة فعليا في المجتمع إن شاء الله. يعني احنا التوجيه هو بحد ذاته يعني عند البعض فيلم رعب، يعني خلص بيكونوا مش عارفين ايش بدهم يسووا بعد ما يخلصوا التوجيه، ايش التخصص كمان شيء ثاني. أهمية دوركم في مساعدة الطلاب تحديدا بهذه الفترة، تفضل. هلا احنا عند هاي النقطة يعني انطلقنا، ان طلاب التوجيه مفكرينها يعني فيلم رعب بدنا نفوت فيه، فاحنا جايين هون نهديهم، نهدي الضغوطات النفسيه اللي هم بيعيشوها، جايين يعني نكون الصديق لهم. حلو. يعني احنا بنحاول نركز على الجانب النفسي الروحي اكثر من الجانب الاكاديمي، يعني احنا مش جايين هون نجيب لهم اساتذه يدرسوهم، احنا جايين نحكي لهم كيف يدرسوا وهم مرتاحين. نعم. تمام بالضبط، يعني من هاي الفكره انطلقنا احنا. أوقات كتير بيقولوا الحديث مع الأقران، يعني لما أنتوا مثلا ما لكم مش مخلصين توجيهي مثلا سنتين ثلاثة، فأنتوا يعني لما بيحكوا الأهل أو بيجي حدا كبير بيحكي مع طلاب التوجيهي بتحسيهم أوقات كتير ما بتقبل الموضوع. أنت شو بعرفك ماما، أنت شو بعرفك بابا، مش عارف شو. ولكن أنتوا مريتوا بهاي التجربة قديه حسام؟ أوقات كتير لما بتحكوا مع طلاب التوجيهي وأنتوا تقريبا يعني ما بتكبروا هم مش بكتير، قديه بتحكوا من تجربتكم وبتقدروا انكم توصلوا لهم اللي بدكم اياه؟ هسا احنا زي ما نحكي انه احنا اقرب لهم، قريبين لهم زي ما انتم تفضلتوا، بحيث انه ننقل لهم الاخطاء مثلا اللي تداركناها اللي صارت معنا حتى هم يتداركوها ويطلعوا ان شاء الله بافضل النتائج خلال مرحله دراستهم. فاحنا حبينا من الفكره هاي ننطلق، حاولنا انه نساعدهم باكثر من شكل، حيث انه كان مشكور عدد من المحاضرين كانوا معانا حتى انه يساعدوا الطلاب يحكوا لهم عن الجانب الاكاديمي، تخطيط الوقت، الذات مثلا، الامور النفسيه والروحيه، حتى اهتمينا في جانب النوم وجانب التغذيه وجميع صح. الامور هاي برافو. حتى انه نكون احنا اقرب لهم وطلعنا معهم حكينا معهم، حتى اتى بعض الناس يعني نحكي خلينا خلصوا الجامعه وصاروا مهندسين ودكاتره وغيره وغيرات، وحتى هذول ناس اجوا كانوا معنا وحكوا لهم قصصهم، اخذوا خبرات من الاخرين. كان في دور لاخصائيين او مرشدين نفسيين حتى يتعاملوا، لانه في بعض المرات بتصير فوبيا يعني عند الشخص، بصير عنده عن جد بيكون دارس وحافظ كل اموره تمام، يروح يمسك هالقلم ويروح يكتب على ورقه التوجيه او دفتر الاجابه بنسى كل شيء. كيف تمت او كيف تعاملتوا مع هذا الموضوع؟ هلا احنا اكيد يعني استشرنا اخصائيين، عملنا يعني احنا بلشنا بفعاليه كانطلاقه لنا، جبنا اخصائيين نفسيين للتغذيه، اكاديميين، يعني غطينا كل الجوانب من خلال اخصائيين. فاحنا بنتعاون معهم، بناخذ منهم معلومات، بناخذ فيدباك من طلاب التوجيه نفسهم، انه انتوا انه ليش خايفين، كيف خايفين، يعني عشان احنا نقدر نتصرف، وزائد خبرتنا احنا، يعني احنا ورينا فيها ما لنا سنتين مخلصين صح صح بالضبط. عشان هيك يعني الحمد لله بنحاول ندرس الموضوع عشان نعطيهم الاشياء اللي هم بيحتاجوه. احنا هنا عم نشوف يمكن صور من التجمع اللي عملتوه بمجمع الكالوتي صح؟ نعم صحيح. احكي لنا حسام عن يعني هذا اليوم، بعرف شو كان يوم او عده ايام، وشو طبيعه التغذيه الراجعه اللي بعد اكيد هاي هذا الاجتماع اللي صار. تمام. احنا سمينا اول نحكي اول فعاليه بمخيم التوجيهي، كان على مده 3 ايام تقريبا 15 ساعه تدريبيه، حيث انه كان اليوم الاول يوم الاحد الموافق ل 30/1، وبعديها كملنا الجمعه والسبت اللي هو 4 الشهر و5 الشهر 2، حيث انه يكون خلال فتره عطلتهم ما نعطلهم عن دوام مدارسهم. كانت الفعاليه عدد من المحاضرين، عدد من الفقرات، عدد زي ما حكيتوا تفضلتوا من الاخصائيين، منهم النفسي الاكاديمي
الأكاديمي وغيره، حتى أنه كمان سوينا في آخر يوم ما يقارب ساعة على ساعتين بوثات، حيث الطالب يروح عند الشخص اللي بده إياه، حيث جميع الضيوف كانوا مشكورين إجوا معنا بآخر يوم لمدة ساعتين، حيث أنه يسمعوا من الطالب ويسمعوا. هاي هي كانت نحكي، خلينا نحكي بشكل عام المجمل الفكرة. هسا الفيدباك الحمد لله إجا عنا نحكي 90 طالب استفادوا الحمد لله. الفيدباك بعد ما تواصلنا معهم الحمد لله كانوا مستفيدين، كسروا حاجز الخوف الرهبة اللي كانت عندهم بالنسبة للتوجيه. في كثير ناس منها استفادت منها، اللي غيرت طريقة نومها طريقة دراستها حيث صار عندها أداء نتائج أفضل. خلينا هيك بس. طب أنا بدي أسألكم سؤال، يعني كانت أليكس بتحكي إنه يعني التوجيهي بضله إله رهبته، يعني أنا خلصت التوجيهي من 10-11 سنة ولليوم جيب لي توجيهي بقعد بتذكر الخوف اللي كنت أخذنا دخلت أول امتحان. خلينا نحكي كيف بتتعاملوا مع الطلاب؟ هل بتجيبوا لهم مثلا إنه والله في أسئلة مشابهة رح تكون، خففوا عن حالكم الضغط؟ في معلمين بتواصلوا مع الطلاب حتى يحكوا لهم مثلا إيش يعملوا؟ مثلا أنت عرفت السؤال الأول الثاني والثالث مش عارف إيش تسوي في حال ما كان في عندك هذه المعلومات أو نسيتها من الخوف أو الارتباك؟ هاي المهارات يعني احنا ان شاء الله قاعدين بندرسها انه يعني بشكل علمي، يعني احنا ليش بالضبط بنعمل هيك وايش لازم نعمل بهاي الحالات. فيعني عندنا فريق بيشتغل على هذا الاشي ومن قدمه لطالب التوجيه. هلا كيف من قدمه؟ حاليا عن طريق جروب واتساب جروب فيسبوك، وان شاء الله بنفتح جروب انستغرام وتليجرام. كملي. في المستقبل إن شاء الله رح يكون في تواصل مباشر مع مرشدين من عنا، يعني متطوعين يكونوا مرشدين نعطيهم كل المعلومات اللي بحتاجوهم عشان يكون على تواصل مباشر معهم. تمام. حسام سؤال، يعني هلأ مخاوف التوجيهي نوعا ما يمكن الكل بيعرفها، صار التوتر القلق تحديد المصير يمكن بهاي السنة، اللود اللي ممكن انه يصير عليهم، وخاصة يمكن فترة السنتين كمان طبعا. الكورونا هاي كمان كانت برضو عبء زيادة عليهم، ولكن هل فعليا من ضمن هاي المخاوف انه هم مش عارفين اصلا شو بدهم يعملوا بعد التوجيهي؟ تمام. يعني هذا يمكن الفيصل دائما، لانه لما بتسالي طالب التوجيهي شو بدك تدرس ما بيكون عنده فكره، يعني الا اذا بده يعني يتقمص حلم والده او والدته، يعني اذا بدها اياه يكون طبيب او محامي او مهندس، فبقول لك حسب المعدل، بس والله اذا طلع لي معدل بروح طب بروح طب انت شو بتحب؟ تمام. هسا احنا بجزء نسينا في البدايه نحكي لكم انه نادي التوجيه تابع لمبادره عينك على المستقبل، اللي هي اصلا في البدايه بتهتم بطالب التوجيهي بعد صدور النتائج، او خلينا نحكي بعد ما يخلص امتحانات، بحيث نساعده شو يختار تخصص حسب ميوله ورغباته. في عنا اكثر من مرشد، يعني في شهر 7 كمان كان في عنا عدد من المرشدين ما يقارب لجميع التخصصات، حيث 50 مرشد في جميع التخصصات، كان في جامعه الحسين التقنيه، حيث انه ساعدناهم في جميع الأمور اللي بيحتاجوها في تخصصات، أي جامعة بدك حسب معدلك حسب ميولك، حيث إنه في عنا كمان كان كتيب ودليل هو بإمكانه يدرسه يأخذ يعبي الاستبيان، وعلى أثره بيطلع معه النتيجة وهو بيختار تخصصه وميوله. هسا أنا ما بنكر رهبة التوجيهي، ما بنكر الخوف، لأن أنا شخصيا كمان عشتها طبعا. هسا الفكرة إنه إحنا بدنا نحاول نخفف الخوف. هسا ما في إنسان ما بخاف، الخوف إشي أساسي وإشي أكيد، فإحنا هنا نحاول نخفف، نخلي الخوف المعقول، رهبة الامتحان موجودة، بحيث إنه إحنا نقدر نساعده كيف يتجاوز رهبة الامتحان. هي كل فكرتنا، بحيث إنه إن شاء الله يطلع بأحسن النتائج بأفضل وقت، ويكون هو نحكي الإنسان ليكون البيرفكت عندنا. صح. صح والله. بشوف دائما أنا عندي قناعة الرهبة موجودة عند كل الأشخاص بنسب مختلفة، وكل واحد عنده مسؤولية بدها تكون هذه الرهبة موجودة عنده. حتى إحنا من مكاننا هون كتير إحنا أول هالثواني مع كل الخبرة، ما بعرف كمان بتحكي عنها عليك طبعا، لليوم في عندك رهبة بالكلمة الطالعة أو الكلمة اللي عم تحكيها. اليوم دوركم أنتو كيف بتم التشبيك مع باقي الطلاب؟ مثلا في طلاب بالشمال، في طلاب بالوسط، هل من خلال مثلا الزوم ميتينجز عم بيكون في هناك توصيل لهذه الرسالة لكل مدن ومحافظات المملكة؟ هلا احنا حاليا ما عملنا ايفنتات الكترونية انه نجمعهم بزوم ميتينج، لا، يعني حاليا على جروب الفيسبوك عملنا جروب خاص بنادي التوجيهي. حلو. بس لقدام ان شاء الله يعني احنا خلال هاي الفترة بنقدر نحكي انه حابين نعمل فعاليات الكترونية وميدانية ان شاء الله. الكترونية عشان تجمع باقي المحافظات، وميدانية
يعني للي بقدر يجي. لا غنى طبعا عن الجانب اكيد الفيزيكال زي ما بيقولوا يعني اللي بالحياه يعني هذا بيوصل المسج بشكل اكبر اكيد. بس تفضلي خلص تمام. طب ايش اسم صفحتكم على الفيسبوك اذا بحب حدا يتواصل معكم او ينضم للجروب الموجود عندكم؟ هلا الجروب اللي هو نادي التوجيه، اكتب بالعربي نادي التوجيه بيطلع لك، او عينك على المستقبل، مبادره عينك على المستقبل اللي هي صفحتنا، بتقدر تتواصل معنا فيها. تمام. حسام هيك اخيرا اذا في اي حدا بتحبوا تشكروه اكيد او توجهوا رساله لكل اللي عم يحضرونا يعني سواء المتطوعين، واحنا بنوجه لهم اكيد شكر لكل الاخصائيين لكل الاشخاص اللي شاركوكم في هالثلاث أيام اللي قدرتوا تساعدوا فيهم، أكيد عدد يعني منيح من طلاب التوجيه. ما بنخلص أكيد أكيد. لا مش بالأسماء أكيد، ولكن أكيد. إذا في يعني جهات معينة متطوعين ما بنقدر بصراحة نوفيها حقها من متطوعين شخص أنا باسمي وباسم نحكي نادي التوجيه وعينك على المستقبل، بنشكرهم شخص وبنشكر جميع الضيوف والمحاضرين اللي إجوا وساعدونا، وبالأخص حابين نشكر جو أكاديمي ومركز الكاريوتي لأنهم هم كانوا شركاء استراتيجيين معنا، وكل الشكر لجميع الناس وشكرا لكم أكيد على استضافتكم الطيبة إنا. يعني يا ميت أهلا وسهلا تالا صوان وحسام منصور، يعطيكم ألف عافية، كل التوفيق لكم بدراستكم أكيد واستكمال الجانب الجامعي أكيد وبعديها أكيد الجانب العملي ولطلاب التوجيهي. وأنا يمكن بدي أحكي شيء، أنا كنت طالب التوجيهي كمان زي ما كاتي حكت، وحقيقة هي نصيحة يعني يمكن سبحان الله كل واحد له طبيعته الخاصة، ولكن أنا من الأشخاص اللي بخاف ولكن خوفي يعني محدود مسيطر عليه، يعني أنا ما كنت أراجع الصبح، خلاص اللي درسته ما أرجع أحل أسئلة الامتحان أبدا، ما أحب أسمع ولا أي حدا يقول لي عن إشي خلاص راح، يعني اللي قدمته ما بقدر أرجع له أصلا يعني، وفعليا فادتني كتير نسبة ل اللي واروح اسمع اغاني الصبح، يعني انا وبالسياره لما كانوا يوصلوني رايحه زي كاني مو رايحه اقدم توجيه، احاول قدر الامكان، وفعلا هذا الشيء ساعدني باسترجاع المعلومات لانه الخوف بيطير صح كل شيء من راسك صح حقيقه. فيعني هاي هيك نصيحه يمكن من حدا مر يمكن كمان بالتوجيه، فشكرا لكم وتحياتنا اكيد موفقين كل الشكر.